مرحبا، أنا سعيد أني التقيت فيك اليوم. أنا سناء أبو ركن، مستشارة تربوية ومرشدة في الخدمات النفسية الاجتماعية. اليوم إحنا بدنا نتعلم درس مع بعض اسمه من سيطر على شاشتي؟ ولحظة قبل ما نبلش بدي أقول لكم أنه إحنا صح عم نتعلم عن بعد، بس بتأمل أنه خلال هذا الدرس أنكم تشعروا في القرب. في الفترة الأخرانية أنتم شايفين أنكم أنتم عم تتعلموا عن بعد ومش عم تتعلموا في الطريقة اللي أنتم متعودين أنكم تتعلموا فيها عادة زي في المدرسة. فهذا الأمر أنه إحنا موجودين في البيت وفي كثير تجديدات اللي عم بتصير في حياتنا، ممكن أنه في لحظات معينة اللي إحنا نشعر فيها في الفرح، في السعادة، في البسط، وممكن في لحظات اللي نشعر فيها في الملل، نشعر في الخوف، نشعر في القلق، ولكن هذا إشي طبيعي جدا إنه إحنا نشعر فيه. بس لازم دايما نتذكر إنه في عنا المهارات الحياتية. المهارات الحياتية هي القدرات والطاقات الموجودة داخل قلبنا من جوا هون، اللي هي ممكن تساعدنا إنه إحنا نتعايش ونتعامل مع الضغوطات بشكل أفضل. مثلا ممكن إنه المهارات الحياتية تساعدنا إنه نعزز صداقاتنا، إنه أكثر نشعر ونتعاطف مع الغير، والغير والغير كمان يشعر معنا ويتعاطف معنا. طلب المساعدة هي القوة، إني أنا أطلب مساعدة لما أنا بحاجة لإلها. وكذلك الأمر كمان المشاركة عندي قوة، إنه أكون أشارك أهلي في الصعوبات والأشياء الصعبة اللي أنا بمر فيها. وما ننسى الضحك اللي ممكن إنه يساعدني إني أنا يكون عندي قوة إني أضحك رغم إنه الأمور صعبة أو الفترة هي صعبة. وكمان التنفس الصحيح، كذلك القدرة على التفكير والشعور إن أكيد سنمر في هاي الفترة ونتخطاها بشكل منيح. إيش إحنا بحاجة؟ وهيا ننطلق معا. بتأمل إنكم تستمتعوا. اليوم إحنا مع بعض منا نحضر شغلات للحصة، فأنا بدي أطلب منكم تجيبوا أوراق وألوان، ورح أعطيكم وقت دقيقة اللي فيها تجهزوا نفسكم عشان نكمل درسنا مع سوا. مرحبا مجددا، بتأمل انكم لحقتوا في الدقيقة تحضروا الاغراض اللي لازم تجيبوها معاكم لحصتنا اليوم. اليوم احنا بدنا نتعلم مع سوا كيف نكتشف افكارنا، ومنا نتعلم عن طريقة كيف لما نتعاونش مع الأفكار المقلقة، بمعنى إنه في أفكار مقلقة في الوضع الحالي اللي إحنا موجودين فيه اليوم، ومنا نفحص مع بعض كيف نتعرف على طريقة كيف ما نتعاونش مع هاي الأفكار المقلقة. وقبل ما نبلش بدنا نعمل اليوم تمارين للتنفس بشكل عميق، والتمارين ممكن انه احنا نستعمل فيها فقاعات الصابون. بتخيل انه قسم منكم بيعرف فقاعات الصابون وجربها قبل، واكيد انتم بتعرفوا تستعملوها بشكل منيح كثير وشكل حلو. فاذا توفرت عندكم في البيت ممكن انكم تجيبوها وتستعملوها، واذا ما توفرتش عندكم ممكن نتخيل حالنا انه احنا عم نستعمل فقاعات الصابون، ونحاول لما احنا منطلع النفس نطلعه شوي شوي عشان نقدر ننفخ فقاعات كبيرة لما منطلع الهواء عبر الفم. أنا لازم إسا أشرح لكو عن طريقة أخرى اللي ما فيش عنده فقاعات صابون، اللي إحنا أنا وياكو رح نجربها سوا، وهي هيك أكمل تعليمي. أنا أعطيكم تعليمات عشان نعملها سوا. أول إشي لما إحنا نتنفس لازم ناخذ نفس عميق، وما ناخذوش وإحنا شدين عضلاتنا وشدين نفسنا وعاملين هيك، بدنا ناخذه بشكل مريح، لأنه الهدف من التنفس هو الاسترخاء. عشان هيك إحنا بدنا ناخذ النفس، نعبي الريات والبطن في الهواء،
ولما نيجي نطلعه بدنا نطلعه شوي 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 شوي، وكمان بدنا نحاول ممكن نطلعه عن طريق الأنف طبعا أو عن طريق الفم، بس أنا بفضل عن طريق الفم، وكمان نطلع معه صوت يعني نعمل. ليش؟ عشان نعرف إذا إحنا عن جد نقدر نفحص إذا إحنا عم نطلع الهواء بشكل بطيء ولا عم نطلعه بشكل سريع. والشغل الثاني اللي ممكن تساعدنا انه نفحص اذا احنا عم نتنفس صح هو انه نحط ايدنا على بطننا. ممكن انه احط ايدي على بطني واحس اني لما انا باخذ نفس عميق بطني بيرتفع وبينتفخ لقدام، ولما انا بطلع الهواء ايدي بطني بيرجع للمحل العادي وكمان ايدي بترجع معه. تعالي نجرب سوا، بناخذ نفس بنحبسه ثواني وبعدين منطلعه ومنطلع صوت. نعمل تجربة وبعدين منتدرب سوا. تجربة تفضلوا، يلا ناخذ هاي نفس نحبسه ونطلعه. واو، انا متأكدة انكم عملتوها بشكل مزبوط. هسه نعملها 5 مرات مع بعض، واتنفس انا وياك عشان قبل ما نبلش الدرس نكون مستريحين وجسمنا مسترخي. يلا نجرب بي سوا. اول مره يلا ناخذ نفس ممتاز. المره الثانيه رائعين. المره الثالثه والمرة الرابعة والمرة الأخيرة. ممتازين، أنا متأكدة إنه عملتوها بشكل صحيح، ومتأكدة إنه رايحين تستعملوها لما تعتازوا إنكم تحسوا أكثر في استرخاء وراحة. وممكن كمان نعلم أفراد العائلة عليها، لأنه هذا التمرين ممكن عن جد يؤدي إنه إحنا نتخلص شوي من الأفكار المقلقة ونوصل لمرحلة إنه إحنا حاسين بهدوء وارتياح. بعد ما جربنا هذا التنفس، احنا حكالنا آدم، وصراحة احكي لكم مين هو آدم، كمان وصلنا رسالة وبيقولنا انه هو بيستعمل كمان التنفس في هاي الفترات اللي فيها هو بيشعر انه هو غير مرتاح وبيشعر في افكار مقلقة. آدم يمكن في قسم منكم بيعرفه وفي قسم منكم بيعرفوش، أما آدم هو ولد في عمركم وفي جيلكم، وهو كمان مرافق لبرنامج الحصانة النفسية، وعادة بيبعث لنا رسائل اللي فيها بيحكي لنا عن تجربته. واليوم إحنا تلقينا من آدم رسالة ورح أقرأ لكم إياها. مرحبا يا أصدقائي الأعزاء، كيف الحال؟ هل تلاحظون أيضا في الآونة الأخيرة أن الجميع يتكلمون طوال الوقت عن هذه الكورونا؟ أهلي يتحدثون عنها كثيرا ويسمعون الأخبار، وبسبب هذا الوضع نبقى طوال الوقت في البيت ولا نلتقي مع أصدقائنا. في الأسبوع الماضي اشتركت في درس خلال الحاسوب، وقالت لنا المعلمة أننا نستطيع أن نتخيل عقلنا كأنه شاشة هاتف، وأفكارنا التي تخطر في ذهننا وأفعالنا هي مثل التطبيق الموجود عندنا على الشاشة. على سبيل المثال، عندما تواجدنا في المدرسة حملنا تطبيقات للأصدقاء وتطبيقات للتعليم، وهذه التطبيقات سيطرت على شاشتنا. عندما كنت في تمرين الرياضة حملت تطبيق كرة السلة. هل تستطيعون أن تحذروا أي تطبيق فتح عندما كنت في البيت؟ أنا متأكد من أنكم قد عرفتم. لقد كانت هذه تطبيقات العائلة، وهي وجبة الغذاء، الوظائف البيتية وغيرها من تطبيقات عديدة. هل يوجد عندكم بعض التطبيقات خاصة ومميزة؟ لقد قالت المعلمة أن هناك تطبيقات جديدة استولت على مساحة كبيرة في عقلنا، يدعى هذا التطبيق الكورونا. وهذا صحيح، فأنا أفكر كثيرا في الكورونا وماذا يحصل لنا بسببها. أشعر أحيانا بالحزن والاشتياق لأصدقائي وجدي وجدتي، فأنا لم ألتقي بهم منذ فترة طويلة. أشعر بالملل أحيانا وأنا في البيت، ونأمل أن تنتهي هذه الفترة في أقرب وقت.
فعلا تطبيق الكورونا ياخذ مساحة كبيرة على الشاشة. آدم توجه لنا وحكى لنا انه في الفترة الأخيرة هو بيشعر انه الكورونا اخذت كثير مجال ومساحة كبيرة من حياته ومن تفكيرنا ككبار وكصغار. وفي درس تعلم عن بعد زي اللي احنا عم نعمله اليوم علمتهن المعلمة وحكت لهن انه هن بيقدروا يتطلعوا على افكارهن كتطبيقات وعلى عقلهن كشاشة نقال. فبيقولوا بيقولنا آدم إنه أفكاره اللي هي أفكار مقلقة حول الكورونا هي عم تاخذ أغلب الوقت منه المجال إنه هو يفكر فيها، وإنه هو عم يمنع منه هاي الشيء إنه يستعمل تطبيقات أخرى. طبعا أنتوا فاهمين شو يعني تطبيقات، القصد في التطبيقات الأبليكاتيا اللي إحنا مرات بنحملها على الهواتف النقالي. وهو بيقول إنه أفكاره هني التطبيقات وعقله هو الشاشة، والأفكار اللي عم بتدور في عقله هي اللي عم تاخذ الحيز. أفكار الكورونية أنا سميتها لأنها أفكار حول الكورونا، فأعطيتها اسم من عندي اسمه الأفكار الكورونية اللي هي عم تاخذ حيز كبير من حياته. طبعا اكيد في الفتره الاخيره وهل حسب رايكو بدي اسالكم سؤال، هل هذا سيء انه ادم مركز تركيزه حول الكورونا؟ هل بتقترحوا إشي على ادم انه يعمله؟ شو ممكن انه يعمل ادم عشان تطبيقات الكورونا والافكار المقلقه من الكورونا ما تظلش ماخذه مساحات كبيره ومشغلته هالقد ومانع منه انه يعمل اشياء اخرى؟ طبيعي القلق وضع هو لانه احنا في وضع غير اعتيادي، وانه الكورونا والافكار الكورونيه والاشياء الجديده ممكن انها تاخذ منا حيز ومجال كبير. وآدم بوجود الوضع الجديد نسى التطبيقات الأخرى زي العائلة، زي الدورات اللي كان يروح عليها أو يمارسها، الرياضة اللي كان يعملها. فهو من كثر ما هو مشغول في الأفكار الكورونية أو التطبيق الكوروني اللي وصل عنده على الشاشة اللي هي عقله، فهو كثير منشغل فيه. ولما إحنا بنشعر مرات في قلق وعدم الأمان أو الحزن بيصعب علينا أنه نتنقل من تطبيق إلى آخر. بس أنا دقلكوا أنه ممكن وطبعا أكيد عم تسألوني كيف ممكن أنه إحنا ننتقل من تطبيق، كيف إحنا ممكن نسيطر على الأفكار المقلقة اللي إسه موجودة عنا حاليا في الوضع الحالي اللي إحنا موجودين فيه. أنا عندي حل لإلكو. الحل انه زي ما احنا بنحمل تطبيقات على الهاتف النقال، ممكن انه احنا نفتح هذا التطبيق ونلعب في اللعبة، او نفوت على التطبيق هذا ونمارسه النشاطات اللي موجودة فيه. بس لما انا بخلص منه انا بزغر هذا التطبيق وبسكره وهو بعده موجود في الهاتف النقال. نفس الشيء كمان في افكارنا، احنا ممكن انه نزغر التطبيق تبع الافكار الكورونية والأفكار المقلقة اللي هي حول الكورونا ونخليها متواجدة بس نحطها على جنب. بيسألوني طب لما هي مقلقة ليش لازم إحنا إن نخليها، ليش لازم إحنا نحافظ عليها؟ لازم هي تظل متواجدة، مهم إنها حتى تظل متواجدة على الشاشة، وإحنا ممكن إن وين تم نحتاج إنه نفتحها ونتطلع عليها. ليش مهم؟ لسببين. السبب الأول هو معرفة التعليمات الجديدة. زي ما أنتوا شايفين كل يوم في عنا تعليمات جديدة بالنسبة للوضع الحالي اللي إحنا موجودين فيه. والشغل الثاني إنه إحنا لازم نعطي حق ومصداقية لمشاعرنا اللي إحنا مرات بنشعر في الحزن، في الوحدة، في الملل، في العزلة، في الاشتياق لأصدقائنا، لأقاربنا، للجد والجدي، للمدرسة، للدورات اللي إحنا منحب نروح عليها ونحب نشارك فيها، واليوم إحنا مش عم نقدر نعملها. فهذا ممكن يؤدي إنه إحنا نشعر وهذا إيه بشعور غير مريح، وهذا إشي كثير جدا طبيعي زي ما قلنا قبل. بس لازم نعرف انه لازم نعطيه الحق انه يطلع، لازم نفتح التطبيق هذا لما احنا بنشعر ان في هاي المشاعر الغير مريحة عشان احنا نحكي عنها. وطبعا احنا لما بنشعر هيك مشاعر اكيد انتوا عارفين انه احنا بنقدر نشارك الاهل، بنقدر نحكي معاهن، وطبعا كمان في معد شغلي اللي احنا بنقدر حل نستعمله انه احنا ممكن نبكي، ولما احنا بنبكي ممكن انه احنا نريح نفسنا ونرتاح، ولما احنا بنرتاح ممكن انه نرجع نزغر التطبيق هذا. مهم انه نعرف انه الكورونا مش لازم نعطيها انها تسيطر على شاشتنا،
والتطبيق هذا مش راح يختفي لما أنا بزغره وبحطه على جنب، هو مش راح يختفي، إنما مرات أغلب المرات عم بحاول عم بنشوف أكثر إنه عم بيسيطر على الشاشة عنا، يعني بمعنى إنه إحنا أغلب اليوم بنسمع الأخبار، وأغلب اليوم إحنا بنسمع الأهل عم بيحكوا عن موضوع الكورونا، ومنتابع شو التجديدات اللي عم بتصير حول الكورونا، وكل الوقت نسمع كورونا كورونا كورونا. فالمهم جدا إنه ما نخليش الأفكار المقلقة من الكورونا إنها تسيطر علينا وإنها تسيطر على الشاشة تبعتنا وتسيطر على إنهارنا. فإحنا ممكن زي ما حكينا إنه نعطيها إنه نزغرها، وبعد ما نزغرها صحيح رح نفتح تطبيقات أخرى، تطبيقات اللي إحنا منحبها، يعني بمعنى شغلات اللي هي بنقدر نعملها ونمارسها ويكون إحنا مرتاحين ومبسوطين فيها. زي مثلا شو؟ زي ممكن إني أنا أرسم رسمي، ممكن إني أقرأ قصة اللي أنا بحبها أو رواية اللي أنا بحبها، ممكن إنه ألعب ألعاب مع أفراد العائلة أو ألعاب اللي أنا بحبها، ممكن أمارس الرياضة في الدار. والشغل الثاني ممكن إنه يكون عندي محادثات، أتصل في صديق أو في صديقة أسأل عن أحوالهن، أتحدث معاهن، كمان مع الأقرباء ممكن إني أحكي وأتحدث معاهن وأسأل عنهن. فكل هاي التطبيقات الأخرى أنا ممكن أستعملها عشان أفتح تطبيقات غير تطبيق الكورونا، وهيك هذا الإشي بيساعدني إني أنا ما تعاونش مع الأفكار المقلقة اللي كل الوقت عم بتكون بسبب الوضع الحالي. وإذا ظل قدامنا إنه إحنا نعمل فعالية اللي اسمها تمرين شاشتي، وإحنا جبنا طلبت منكم إنكم تحضروا أول اللقاء ورقة وأوراق ألوان وعشان نستعملها. والطلب اللي أنا بدي أطلبه منكم هو إنه كل واحد بدي يفكر عميق داخل نفسه ويرسم شاشته. القصد مش ناخذ الهاتف النقال نطلع عليه ونشوف شو التطبيقات الموجودة فيه ونرسمها على الورقة، لا لا لا، القصد هو إشي ثاني، إنه إحنا نفوت على نفكر في عقلنا في عمق كبير ونشوف شو هي التطبيقات اللي في هاي الأيام شغلتنا. يعني ممكن تطبيقات اللي هي زي العائلة، تطبيقات اللي هي زي القراءة، زي الألعاب، زي حل الوظائف، كل التطبيقات والأشياء اللي عم تعملوها في الأيام اللي انتوا إسا قاضينها في نص البيت مش عم تطلعوا منه. فبدي كل واحد منكم يفكر عميق مع نفسه ويشوف شو التطبيقات اللي هي شغلته إسا في الوقت الحالي اللي موجود حوالينا. وطبعا بدي تحاولوا انكم ترسموها بأحجام مختلفة، بمعنى انه اذا في تطبيق معين، افكار معينة اللي هي شغلتني، زي مثلا لعبة معينة، فعالية معينة اللي انا بعملها داخل البيت وهي شغلتني، ممكن اني ارسمها في حجم اكبر، وممكن ارسم اشياء في حجم اصغر لاني مش بستعملها. وممكن كمان نعطي اهتمام للكورونا، كمان لتطبيق الكورونا قديش ماخذ حيز، ممكن ترسموا كمان تطبيق الكورونا الموجود إسا عندكم على الشاشة وتشوفوا قديش هو ماخذ حيز. فأنا رح أعطيكم 5 دقائق كل واحد يفكر مع نفسه، يرسم الشاشة اللي هي من أفكاره، يرسم التطبيقات اللي هني شاغلينه في هاي الأيام، وطبعا يحاول انه يعطي الاحجام الملائمة لهاي الفعالية. ورح نلتقي اكيد بعد ال5 دقائق، ومتأكدة انه رح يكون المنتج كثير حلو.
اهلا فيكم مجددا. بتخيل وبتوقع انه الرسمات اللي عملتوها رسمات مميزه وكثير حلوه، وإسا رح اطلب منكم شغلتين، انه كل واحد يتمعن ويتطلع على الرسم اللي رسمها ويشوف التطبيقات اللي حطها، ايش الاشياء اللي حطها، ايش الاشياء المتواجده عنده، ويفحص شو الأحجام اللي حطها لهاي التطبيقات. هل هناك في تطبيقات اللي ماخذي حجم كثير كبير اللي كان حابب إنه يصغره أو إنه يكبره أكثر؟ فممكن من خلال هاي الفعالية إنه إحنا نتطلع ونفحص شو إحنا حابين نغير. إذا إحنا في تطبيق حابين نفتحه أكثر أو نستعمله أكثر أو نخلي عقلنا أو أفكار عقلنا يفكر فيها أكثر، إحنا ممكن إنه نفتحها وممكن إنه نكبرها. والأشياء اللي هي ماخذة حيز كبير أو مساحات كبيرة من نهارنا ومن خلال يومنا ومن الشغل اللي إحنا عم نقضيه خلال النهار، ممكن إنه نصغرها. مثلا على سبيل المثال، إني أنا عم بقعد في هاي الأيام كثير أمام الحاسوب وعم بلعب كثير ألعاب وعم ياخذ وقت كثير مني، وهذا عم يمنعني إني أنا أتفرغ لشغلات ثانية. ممكن إني أنا أنزل هذا التطبيق، وممكن الأفكار اللي موجودة عندي على تطبيق الألعاب إني أنا لازم كل وقت أقضي وقتي وإني ألعب، إني أصغره وإني أفكر في تطبيقات أخرى اللي أنا ممكن أعملها. عشان هيك هذا بالنسبة لإلي هاي الفعالية كثير مهم إنه كل واحد يفحص نفسه وشو كان حابب يغير، أي تطبيق، وغداش حابب إنه يصغر هذا التطبيق أو يكبر هذا التطبيق. وبتأمل إنكم كلياتكم كمان رسمتوا تطبيق الكورونا واطلعتوا على الحجم اللي أنتوا أعطتوه إياه، وإذا أنتوا حابين إنكم تصغروه اعرفوا إنه عندكم القدرة إنكم تصغروه، والسيطرة هي في إيدكم، لأنه إحنا منقدرش نسيطر على الأفكار اللي بتيجي لعنا، بس إحنا منقدر نسيطر قديش إحنا نركز عليها، قديش إحنا نعطيها مجال، قديش إحنا نعطيها حيز في اليوم يوم وفي حياتنا. فهذا التمرين كثير مهم للفحص الذاتي، كل واحد يفحص ذاته ويفحص الأفكار اللي عم بترافقه في هاي الفترة اللي إحنا متواجدين فيها وهي غير اعتيادية علينا كلياتنا. وإسا بدي أسألكو وأحكي، ليش منقدرش نمحي تطبيق الكورونا تماما؟ ليش إحنا منقدرش ننزل تطبيق الكورونا؟ بمعنى ليش إحنا منقدرش نمحي الأفكار والتفكير عن الكورونا تماما؟ منقدرش نمحيها لشغلتين. الشغلة الأولى هي إنه إحنا لازم نظل عارفين وعنا معرفة عن المعلومات الجديدة اللي عم بتصير حول الموضوع هذا والتجديدات اللي عم بتكون، وكمان لأنه إحنا لازم نعرف إنه إحنا بحاجة إنه نحافظ زي مثلاً على نظافة إيدينا، نغسلهم في الصابون، نستعمل المطهر الألكول جيل عشان إحنا ما يصيرش عنا أي ضرر صحي من وراء الكورونا. والشغل الثاني إنه أنا ممكن أستعمل الكمامة وإني ما كنش كثير قريب من الناس اللي هني حتى قراب مني، ما نقعدش في مجموعات كبيرة. فكل هاي الأمور أنا بقدرش أمحي تطبيق الكورونا، بمعنى إني أنا بقدر زي ما أنا أخذ الهاتف النقال وإذا بديش تطبيق معين أو لعبة معينة ممكن أني أضغط وأمحي هذا التطبيق. ففي الكورونا منقدرش نعمل هذا هاي الشغلة، لأنه كثير مهم إنها تكون، بس هي ما تاخذش حيز كبير موجودة عشان إحنا نعرف شو عم بيصير. وبعد شغلي، لأنه إحنا منقدرش نمحو الكورونا لأنه التجاهل ليس بحل. صح، التجاهل ليس بحل. احنا منقدرش نحل قضية الوضع الحالي اني انا متجاهل، اني انا مش مهم اذا في كورونا، انا متجاهل وجود الكورونا. صح، احنا موجودين داخل البيت وموجودين في اوضاع اللي هي مرات مقلقة، وهي الافكار المقلقة مرات عم بتسيطر علينا وتاخذ الحيز كبير، ودائما في اشارات ورسائل منها زي عادة في الهاتف النقال. عندنا كمان الرسائل والتنبيهات تبعت الواتساب والتيك توك والإنستغرام اللي كل الوقت عم بتكون بنطلع على الهاتف النقال، بنشوف الدوائر وبنشوف الأعداد عليها، لأنه في غادي رسائل أو تنبيهات اللي في تجديدات في لعبة معينة أو تطبيق معين اللي هو موجود عندنا. نفس الشيء في الكورونا، في الكورونا كل الوقت عم بيكون في رسائل جديدة وفي تعليمات جديدة، وإحنا منقدرش نيجي ما نسمعهاش ونمحيها وما نهتم لهاش، لأنه التجاهل رح يكون كثير صعب لما كل الوقت كمان في داخل البيت إحنا عم نسمع في الأجواء البيت كل الوقت الحكي هو عن موضوع الكورونا. فهذا بيقول إنه إحنا منقدرش نمحيها، بس إحنا بيقول إنه إحنا منقدر نسيطر عليها، وإحنا منقدر نمنع أو نقلل نصغر الاستعمال فيها. ولما أنا
بس بقلل استعمال او بصغر الافكار الكورونيه، الافكار يعني حول الكورونا، انا ممكن افتح تطبيقات اخرى اللي هي التطبيقات ممكن ان انا تعطيني شعور اكثر في الراحه، شعور اكثر في الانبساط والسعاده، وهذا كثير مهم في الايام اللي احنا موجودين فيها. طبعا بدي اقول لكم شغله كثير مهمه، انه احنا زي ما قلت سابقا لا نستطيع ان نختار افكارنا، ولكننا نستطيع بالتاكيد ان نختار الامور التي نريد ان نركز فيها او نركز عليها او نعطيها الحيز الاكبر. اما انا متاكده انه كل التعليمات والتطبيقات والرسائل والتنبيهات هي علمتنا شغله كثير كثير مهمه، علمتنا كيف نتعايش مع القلق، كيف نتعايش مع الضغوطات، كيف نتعايش مع وضع جديد اللي احنا عم نمر فيه اليوم. بس القصد انه احنا مش بحاجه انه نضل مركزين فيه وقاعدين قبال التلفزيون او قبال الاخبار واحنا بس بنسمع عنها ومشغولين كل الوقت فيها، لا، إنه مهم انه احنا نصغرها للتطبيق الكوروني واحنا نختار تطبيقات اخرى اللي احنا بنحبها. وليش مهم انه احنا بنحبها؟ لانه لما احنا بنعمل شغلات احنا بنحبها، هاي الشغلات بتحسسنا في احساس حلو، في احساس مريح، في احساس انه انا ممكن احس حالي اني انا مبسوط ومرتاح، وهي شغلي كثير مهمه. واليوم قبل ما ننهي ونخلص رح أقولكم شو تعلمنا مع بعض. اليوم تعلمنا نتعرف على الأفكار اللي بتقفز في ذهننا بشكل تلقائي، يعني إحنا ما عندناش سيطرة على الكورونا وعلى شو عم بيصير، إحنا عندنا سيطرة قديش إحنا عم نعطيها حيز من حياتنا. يعني إحنا اليوم كمان تعلمنا كيف بنختار ما نريد أن نركز فيه وما لا نريد أن نركز فيه. يعني إذا أنا مش حابب إسا أسمع عن الكورونا أو أني أعطي التطبيق هذا، أفتح التطبيق هذا وأستعمله، أنا ممكن أزغره، بس في نفس الوقت أنا بعرف أنه في لحظات وفترات اللي أنا لازم أفتح هذا التطبيق ولازم أسمع التعليمات. وكمان إذا أنا بحس أحاسيس غير مريحة ممكن أفتح هذا التطبيق وأحكي عنها وأشارك فيها. وقبل كلمة قبل ما أنهي لقائنا الحلو هذا مع سوا، بتأمل إنه ما رغم البعد شعرتم في قرب معين، وإنه إحنا سوا قدرنا إنه نعمل مهمة مع بعض. الشغلة الثانية اللي هي دوصيكوا إياها وهي توصية كثير مهمة إني أوصلكوا إياها، إنكم ما ظلكوش لحالكم، ما ظلكوش بمفردكم، ممكن لا مع أفكاركم ولا مع أحاسيسكم، ممكن دايما نتوجه لإنسان بالغ اللي إحنا منحس معه في الراحة، ممكن أهل، ممكن إنسان قريب مني، ممكن من قرائب من أقرباء اللي في العائلة أتوجه لإلهن، أو صديق أو معلمي أو مرشدي أو مستشارة وأحكي لهن وأشركهن. طبعا كثير مهم كمان التواصل مع العائلة والأصدقاء والمعلمين، ونكون وإحنا نعلمهن في التجربات والأشياء اللي إحنا عم نعملها، ونهتم إنه نوصلهن الرسائل أو الشغلات اللي إحنا عم نقوم فيها، لأنه هذا الإشي ممكن إنه إحنا نبدي اهتمامنا فيه في الآخرين وهن يبدوا اهتمامهن كمان نفس الشيء فينا. والشغلة الأخرانية اللي أنا حابة أقولكم إياها إنه بشكركم على اشتراككم معي، أنا استمتعت في هذا اللقاء، بتأمل إنكم كمان أنتم استمتعتوا، وبقولكم إلى اللقاء في درس قادم من المهارات الحياتية. شكراً.